الحكم المساعد. يمشي صبر خليفة مش ينفذ ضربة الجزاء لصالح النادي الافريقي امام اشرف كرير. صبر خليفة ام اشرف كرير باش يقول له الاسبقية. صبر خليفة يتقاد صبر خليفة والهدف الاول. والهدف الاول لصالح النادي الافريقي في توقيت 63 دقيقة لعب في المباراة. واحد بليش للنادي الافريقي وسيناريو جديد في هذه المباراة مع هدف صبر خليفة. هدف لصالح النادي الافريقي. ضربة جزاء بعد تدخل من اشرف كرير والامضاء لصابر خليفه وسيناريو جديد في هذه المباراه. هدف للافريقي، صفر لصالح النجم الساحلي ومعطيات جديده في هذه المباراه مع تقدم الفريق الضيف النادي الافريقي امام النجم الساحلي. معطى جديد في هذا الكلاسيكو في ملعب اولمبي سوسه. ضربه جزاء كانت ناجحه من صابر خليفه. امامكم على اعاده العرض البطيء على القناه الوطنيه الاولى.